حساسه، كانت واحد الضغط كبير سواء من السكان سواء من المؤسسات الصناعيه ولا النشاطات الفلاحيه بين النشاطات الصيد الحليب. اذا كما قال بلي بان المنطقه هذه خصها واحد عنايه كبيره من طرف الساكنه، واحد الاهتمام كبير، خاصة أن هذا الساحل يقدر يلعب دور مهم سواء من الناحية الشمالية واقتصاد. باش نطول عليكم غادي نخلي الكلمة للإخوان، ما غاديش غادي إن شاء الله في العرض، وشكرا. في توفره على واجهتين بحريتين ممتدتين على طول تمتد 500 كيلومتر، منها أزيد من 500 كيلومتر على البحر الأبيض المتوسط، وما يقل بقليل عن 3000 كيلومتر على المحيط الأطلسي. ويعتبر هذا الساحل ذو أهمية كبيرة، عنصرا مهما بالنسبة للبيئة الوطنية، حيث تتعدى أهميته من الجهات التي يمتد على طولها وله دور استراتيجي في النمو الاقتصادي والسياحي. هذا بالطبع فضلا على ما يوفره من فضاء للراحة والاستجمام والأنشطة الثقافية. لكن هذه المناطق الساحلية تواجه مشاكل معقدة، من شأنها الإضرار بتوازنها الطبيعي المتضرر أصلاً، سيما في ظل غياب الوعي بتأثيرات النمو على البيئة. لقد أصبح الساحل المغربي والساحل إقليم العرائش خاصة، لقد أصبح اليوم يظهر عدة مؤشرات على اختلال توازن الأراضي وتراجع منظومته البيئية بفعل الاستغلال الغير العقلاني لموارده الطبيعية والاستهلاك المفرط لمشاريعه. فهو يعاني من تعمير خطي على طول السواحل، وتصويب الكثبان الرملية، وتراجع خط الساحل، وتمليح الفرشات المائية الباطنية، وتعلية الشواطئ والأجراف الصخرية، وتلوث المياه الساحلية، وتدهور التنوع الأحيائي، وهذا شيء خطير، وتزايد خطر الأمر البحري والفيضانات. وفي السنوات الأخيرة يلاحظ كذلك تفاقم مظاهر الضغط والتسحيل الديموغرافي والاقتصادي، وما نتج عنه من اختلال بيئي يتزايد مفعوله بوتيرة سريعة جدا، ولا يظهر أي من المؤشرات نحو التراجع على المدى القريب. حضرت السيدات والسادة، المجال الساحلي يعتبر أيضا مجالا للتنوع البيئي، مما يجعل منه تحديا رئيسيا للتنمية المستدامة ببلادنا. كما ظهرت التغيرات المناخية كمستجد جديد، وهذه ستشكل عامل اضطراب وتحول سيؤثر لا محاله على منظومات السواحل المغربيه. فصدور التقرير الخامس للهيئه الحكوميه الدوليه المعنيه بالتغيرات المناخيه اظهر بوضوح ان الحقائق العلميه حول هذا الموضوع تقدمت كثيرا، لدرجه اصبح لزاما علينا منذ الان ادراج التغيرات المناخيه كمعطى اساسي وبنيوي في مجال التدبير وحكامة السواحل. وأصبحت هذه الوضعية تطرح أكثر من سؤال: ما مدى تأثير الارتفاع الحالي لمستوى مياه البحار والمحيطات وحموضتها على تحول نظم الأمواج والرياح والتساقطات، وبالتالي على المنظومات الساحلية في المغرب؟ ما هي التأثيرات المنتظرة على المجالات الحضرية وعلى البنيات التحتية، وأيضا على وفرة وجود مياه المناطق الساحلية؟ كيف يمكن تهيئ السواحل أمام التغيرات المناخية الطارئة للتقليل من حساسيتها؟ وما هي أهم التقنيات والمناهج الحديثة المستعملة في حماية وتدبير الأخطار الطبيعية للسواحل؟ وكيف يمكن أن تتكيف سواحلنا وبنياتها التحتية مع هذه التغيرات المناخية وبأية كلفة؟ إذا لا شك أن المجالات الساحلية الإقليمية في حاجة ملحة لأيام دراسية وندوات حول
وتمكننا من فهم جيد للظاهرة وتأثيراتها المحتملة حتى نتمكن من الاستعداد بشكل أفضل والتكيف مع المستجدات الجديدة والتقليل من المخاطر المحدقة بهذه السواحل، وكذلك لتحقيق مثل هذه الأهداف لا بد من تضافر الجهود وتقاطع مجموعة من التخصصات العلمية. ومن هنا كما قلت أهمية مثل هذه اللقاء التي تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب وإبناء النقاش بين الباحثين المختصين من مختلف المؤسسات وكذلك الإدارات. إشكالية التنمية المستدامة في علاقتها بالمحيط الطبيعي ومنطقة الساحل كما نلحظ بشكل لا يقبل مجال الشك بأنه يعاني من ضغط بشري، لأن في الحقيقة أهم الإشكالات الطبيعية تقع في علاقة كجزء من المتغيرات الأساسيتين، متغيرين أساسيين مرتبط في العلاقة الطبيعية بيومناخية بيوجين عام، وكذلك في علاقة الطبيعي بالبشري وما طرق المشاكل. كذلك يكتسي هذا اليوم دراسي أهميته من خلال السياق الذي يطرح فيه وانخراط مغري، طبعا مجموعة من الاتفاقيات في مجموعة من المنتديات في مجموعة من القمم الدولية التي طرقت ناقص الخطر حول البيئة وحول الأرض وحول كذلك ضمان الاستدامة للموارد الطبيعية خاصة منطقة الساحل كما نلاحظ منطقة عليها ضغط كبير بشري صناعي بيولوجي. ولكن التطرق لمثل هذه الآفة، الآفة ديال انعدام أو اختلال التوازن البيئي في منظومة البيئية لم يعد طبعا حله مرتبطا فقط بإيجاد مجموعة من الحلول المادية، ولكن كذلك هناك جانب آخر أساسي هو التوعية وانخراط جميع الفاعلين والفعاليات المرتبطة بهذا القطاع. كيبقى قطاع التغذية والتكوين هذا هو المهم، منخرط بشكل كبير سواء من خلال المناهج الدراسية ومن خلال متون المقررات الدراسية التي تؤكد في أكثر من باب وفي أكثر من مادة دراسة تحقيق دلالي على أهمية التصدي لمثل هذه الآفة التي تهدد البيئة بشكل عام وتهدد السواحل الساحل بشكل منطقة الساحل بشكل أساسي. تبقى وزارة التربية الوطنية منخرطة في هذا الورش الكبير والورش الوطني وكوني أيضا انخراطها من خلال كذلك التوعية ومن خلال انفتاح المؤسسات على هذه القضية. فتبقى المديرية مع إشارة سواء الجمعية أو جميع الهيئات المهتمة بتدبير هذا الجانب الطبيعي، وتبقى الأندية في المؤسسات التعليمية كحلقة أو كواجهة طبعا للانفتاح المحيط، لأن المدرسة ليست وظيفتها الأساسية هي تكوين معرفي مادي وشحن مجموعة من المعارف والمضامين المعرفية في أذهان التلاميذ بقدر ما تبقى الطبيعة في نهاية التعليم هو إعداد للحياة، هو كذلك نقل الإنسان أو الطفل من كائن بيولوجي إلى كائن اجتماعي قادر على انفتاح التفاعل مع مختلف القضايا المجتمعية، وأهمها كذلك قضية البيئة والمرتبطة كذلك بالتنمية والتدبير المندمج والمستدام لمختلف القضايا البيئية. هو الأستاذ محمد مصباح الشاهدي مسيرة للقصر الكبير، أب لثلاثة بنت ووالدين. الدراسة الابتدائية والثانوية بكل من القصر الكبير والعرائش متحصلة في ذلك على بكالوريا الآداب العصرية المزدوجة سنة 1981. كما أن الأداء السني